ونجد أن في علمائنا أيضا من نحى هذا المنحى في وقت واحد، منهم من يتشدد ومنهم من يكون رأيه بخلاف ذلك. ابن محبوب رحمه الله كان كابن عمر في تشدد، فلذلك يفتي بما هو أشد دائما. وموسى بن علي رحمه الله كان من العلماء الذين يترخصون، فكان كثيرا ما يأخذ بالرخص ويفتي بالرخص، ولذلك وقع الخلاف بينهما في كثير كثير من القضايا. وقد كان في عصر واحد يفتي ابن محبوب بما فيه التشدد، ويفتي موسى بن علي بما فيه الترخص، ولم يكن أحد العالمين يعنف العالم الآخر ولا يعنف من أخذ برأيه. ومن أمثلة المسائل التي اختلفوا فيها أن ابن محبوب رحمه الله كان يقول في المرأة التي تزوج بدون ولي: إن دخل بها الزوج يفرق بينهما ولا تحل، لأن الولي شرط من شروط صحة النكاح، وبما أنه شرط من شروط صحة النكاح فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، فإذا انعدم الشرط ومن عدامه ينعدم المشروط. وكان يرى ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه من جلب المتزوج والمتزوجة ومن عقد بينهما الزواج والشهود مع التفريق بين الزوجين، هكذا كان رأي ابن محبوب. بينما موسى بن علي رحمه الله كان يقول: الزواج بغير ولي لا يصح، ولكن إن وقع الدخول لم أفرق بينهما. وقد علل العلماء قوله هذا بأنه وجد ولو كان قولا خارجا عن مقتضى الأدلة، وجد رأي لبعض أهل العلم أنه لا مانع من أن تزوج المرأة نفسها، فلئلا يكون الزوجان آخذين بهذا الرأي رأى عدم التفريق بينهما، هكذا فعل موسى بن علي. وكثير من المسائل وقع الخلاف فيها ما بين هذين العالمين الجليلين، ولم يكن أحدهما يعنف الآخر ولا يعنف من أخذ برأي الآخر. هذه التشددات التي تؤدي إلى تحامل البعض على البعض إنما هي نتيجة عدم الفقه في دين الله وعدم التفريق بين مسائل الرأي ومسائل الدين.